طب احنا قال هو استاذ دخلتي لهذيك الصفحة أستاذ؟ الو، كتسمعني؟ أسمعك، دخلتي للصفحة ديال الفيسبوك؟ هنا كنحاول ندخل ليها. ترخب قائم في الفيسبوك وغطلق الفيديو، راه نحن على الهواء. ما فهمتش علاش. واخ انصفت عليك واتساب. دابا ايه؟ لقيتيها؟ فيسبوك. كان كليكي، ما بغاش تمشي ليا على الفيسبوك. لا تنصف عليك واتساب باش لك الرابط في الفيسبوك في الواتساب. وصلك في الواتساب؟ لا، مازال. إذا دخلتي غير في الفيسبوك دير صرخاب وإم أو غيبان لك هو صرخاب، هذاك اللي درت. غتهبط شوية لتحت غتلقى اون ديريكت. اللوغو ديالها ازرق وفيه الصرخة بالابيض. أنا ولات صيفطتيها لي من الرقم ديالك. رقم آخر حلو. داكشي علاش ناتي. اوكي، الوغ فين غنمشي بارطاجي؟ أتورك على هذيك صافي. المعرض، راه عندي الصفحة ديالك، أنا نشوف واش بارطاجي لك ولا مازال. صرت يعني من الرقم ديالك. رقم آخر. داكشي علاش. اسمح لي كتخرج لي في بارطاجي. ايه فين غنمشي بارطاجي؟ ياك دخلتي لهذيك الصفحه هذاك اللي يام ايه تقطع عليه خمسه ديك صرخه، ايه راه كاين اون ديريكت راه تهبط تلقى بارطاجي. بلاتي غنوريها لك، انا غنبارطاجي معاك ليكخون باش تشوف. اسمح لي كتخرج لي في بارطاجي. فين غنمشي؟ يا استاذ هنا دخلت الى ديك الصفحه
C'est bon, c'est bon, ça fait, ça fait, c'est bon, c'est bon. Partagez. Ok, ok. C'est bon. Ça fait, اللوغو ديال كيجو صرخة. هو هو كيبان لك في ليماج بارطاجي تيان ليماج ها اللوغو هذا اييه راح حنا راه على الهواء صرخة لايف صرخة لايف هو نعم سي بون صافي دابا مزيان سي بون نبداو يلا سيدي توكلوا على الله اذا مشاهدينا الكرام متتبعي جريدة صرخة الإلكترونية مرحبا بكم في هذه الأمسية التي نستضيف من خلالها الفاعل المدني والناشط الفيسبوكي المثير للجدل المعروف بافتتاحية فيديوهاته بقوله خوتي المغاربة أو خوتي الناس ديال أكادير صباح الخير عليكم. نرحب بالفاعل الجمعوي رضا الطوجني الذي يعتبره الكثيرون شخصية وطنية متفائلة تسلط الضوء على معاناة المقهورين والمستضعفين في مختلف المجالات، بينما يشكك آخرون في نواياه ويعتبرونه مدفوعا من طرف جهات غير معلنة للتشويش على جهة سياسية معينة وإفشال تجربتها في تدبير الشأن العام. أستاذ رضا مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوة الجريدة. مرحبا خويا والشرف كله ليا وتحيه لزوار موقع صرخه. شكرا. اذا استاذ محمد رضا الطوجني قبل مناقشه ملفات هذا الحوار ننوه في البدايه ان الجريده اجرت عده اتصالات مع قيادات في حزب العداله والتنميه في جهه سوس ماسة لضمان حضور احد اعضاء المجلس الجماعي لاكادير ان كان او ممثل عن الحزب سواء الإقليمي أو الجهة، إلا أن ذلك تعذر علينا وبغيتنا في ذلك أن نضمن للمشاهد ومتتبع الجريدة الكريم سماع الرأي والرأي الآخر. أستاذ طوجني قبل ما ندخلوا لمناقشة هذه الملفات، ما تعليقك أولا على هذا الأمر؟ نحن استدعينا من يكون يعني يمثل الرأي الآخر باش يكون نقاش تفاعلي ننصت لك كرأي والرأي الآخر، لكن فشلنا في هذا الأمر. ما رأيك وتعليقك على هذا الأمر أولا؟ الرأي ديالي وهو الله يهديهم، واش يظنون أن هاد الناس أنا عدو اللي كنخلع ولا شي حاجة؟ أنا مواطن عادي كنبين عيوب التسيير شأن المحلي في المدينة، علاش ما يجيوش يواجهوني؟ أشنو فيها إلا واجهوني؟ إلا كنت على صواب راني غادي، يمكن هذاك الشيء علاش خافوا، ولكن إلا ما كنتش على صواب يجيو كاملين ويدويو ويدافعوا الأطروحة ديالهم ويفندوا هذاك الشيء اللي كنقول كامل، يعني ماشي من الشيم ديال الرجل السياسي الهروب. لا واجهني أشنو فيها، أنا راني ما كنخلع، أنا مواطن عادي. نعم، إذا في ظل غياب الرأي الآخر أستاذ محمد رضا الطوجي سأحاول جاهدا بسط وتقديم كل تلك الأفكار والآراء لوضعها في ميزان الأستاذ محمد الطوجني المثير للجدل الذي تحفظ البعض على هذه الصفة، لكن نحن قلنا في ملتقى اللقاء المفتوح مثير للجدل لأن الأستاذ محمد رضا الطوجني ناشط مدني وفاعل في الفيسبوك أثار جدلا
في تحركاته الميدانية، في الإعلام، في المحاكم. لهذا السبب قلنا المثير للجدل. نبدأ معك أستاذي العزيز، أنت تقوم بجولات وصولات يومية في مختلف مناطق أكادير. أستاذ محمد رضا، كيف ترى عيونك التنمية بهذه الجغرافيا؟ خويا، أولا زرت يمكن ما يفوق على 50 ولا 60 مدينة عالمية في حياتي المهنية ولا في النضالات ديالي. ساريت وقت ما يفوق على 30 دولة، وعشت في أكادير وشفتها من الثمانينات، وهي غدا ديك أكادير اللي زوينة اللي كنعرفها في الطفولة ديالي. اليوم عندي 50 عام وكنشوف أكادير يمكن هذه 20 عام غدا وكتراجع، واحد الوقيته كيبقى فيك الحال وكتقول الغلط اللي داروا الناس. وهو حتى المغاربه لما كيهاجروا للخارج ولا شنو، كنخليو الناس تافهين كيسيروا، كنخليوهم هما وحنا كنهربوا، كنهزوا الباكاج ديالنا، كنهزوا وليداتنا، كنمشيو في حالتنا. هذاك الشيء علاش قلت لا، ما غاديش نمشي، ما غاديش نهاجر، غادي نناضل وغادي نوقف حلقه ولا شوكه في حلق هاد المسيرين، لان لا يعقل يزرعوا العبث في هذا السير الشأن المحلي، هذه الفضيحة اللي داروا في مدينة أكادير. أنا لا أتهم حزب العدالة والتنمية بأنه هو اللي دار، لا، بدأ قبل منه سي طارق قباج، ما كنقولش خرج على المدينة، عنده إيجابيات وعنده سلبيات، ولكن مدينة بدأت كتنزل. جو حزب العدالة والتنمية جو قبروا مدينة أكادير، خرجوا عليها. لو كانوا غير كيتصنتوا، كتعرفوا واحد القضية، الأستاذ المالوكي مع احتراماتي ليه، كل قائد راه ميمكنش تكون كتعرف عالم في كل شيء وكتفهم في كل شيء على حساب الفريق اللي مدور بك. هنا المانجمنت ديالك، إلا عندك فريق قوي كتزيد لقدام، الناس كينصحوك وتقبل بالنصيحة. العكس اليوم هما في بلاصة، أنا لما كنصور شي حاجة وكنتقدها عيط لي سير صاوب سير قال ورضا هادرنا وتواصل ولقاو الحلول. انا ماشي ضد حتى واحد، لا العداله والتنميه ولا الاشخاص ولا الاحزاب، ما ضد حتى واحد. ولكن استاذ رضا، انت وصفت الان السير ديالهم بالعبث، هاد العبث الا تعتبر نفسك تقييمك هذا ظالما؟ يعني تغيب عنه معايير انصاف النظر الى الاوراش اللي كيصفاهم بانها مهمه تقدمت بمدينة أكادير في مختلف القطاعات ديالها. ولا بغيتي مؤشرات، راه كاين مؤشرات إذا طلعتي على الفيسبوكية ديالهم أو يعني الخرجات ديالهم لتدشين الأوراش، كيتبين بأن هناك كاين عمل، كاين أوراش مفتوحة، سواء في النقل، سواء في السياحة، سواء في تأهيل البنية التحتية، يعني كاين عمل. أنت يعني بهذه الخرجات ديالك ربما تظلم هؤلاء المدبرين للشأن المحلي، كيف ترون؟ لا أظلمهم، هما ظالمين راسهم. شوف يا أخي، هاد الورشات أنا كسميهم ومع كنطلب السماحة ورشات بهلوانية. واش عباد الله في 5 سنين وهما في قيادة ديال مدينة أكادير 5 سنين، واش 5 سنين ما يمكنش لك هاد المدينة مشيو غير الأبجديات ديالها؟ طرقان ما مقادينش، الأشجار ما مقادينش، الحدائق ما مقادينش، شاطئ مسطخ، لا جودة الرمال، ما فيهش المراحل. اشنو هما هاد الاوراش عندهم؟ مشاو كيصوبوا الشوارع اللي ما خصهمش يتصوبوا، مشاو ماشي الاولويات وحرقوا الفلوس. يعطيوني شنو هما هاد المشاريع؟ ناس اللي ما كيقدروش، انا كنقولها وكنعاودها، ناس اللي ما كيقدروش يتحملوا المسؤوليه، ناس اللي ما كيقدروش يواجهوا السيد الوالي، ناس اللي ما كيقدروش، مخبيين خايفين، وديما روح المؤامره، ديما هما راه المخزن، راه جهه غتظلمهم، راه جهه بغات تعرق لهم المسيره ديالهم. انا يعطيوني غير حاجه وحده من هذا المنبر ديالكم، كنقول اعطيوني حاجه مزيانه درتوها، مستعد من غدا نجي نطبل ونصفق عليها. نعطيك استاذي العزيز، راه الا شفتي الصفحه ديال الرئيس، وراه رد، اقتطف من كلامه ردا ربما لك ولغيرك من المنتقدين، من يعني المنتقصين للمجهود ديالهم. يقول رئيس المجلس الجماعي المالوكي: المغرضون الذين لا يستطيعون أن يواجهوا فاعلا سياسيا أو منتخبا وتصيبهم الهستيريا عندما يرون سهمه يصعد وإنجازاته تظهر، فلا يبقى إلا الإشاعة والافتراء والتغليظ. بمعنى أنتم تغلطون الرأي العام
بتلك الخرجات اللي كيسميوها البعض فيهم بهلوانية تسلط الضوء على الفتات وتترك المشاريع الضخمة، أليس كذلك أستاذ؟ حشومة عليه هذا الأسلوب الركيك اللي كي باش كيخاطب بعد السكينة. ثانيا، إلى شفتي في الأخير ديال هذا البيان، يصفون من ينتقدونه ولا ينتقدون سياستهم في تسيير الشأن المحلي بأعداء الوطن بالخيانة، وهذا الشيء راه خطير بزاف. عاد دابا السي المالوكي لما تكلمت على الميزانية، علاش دار هو هذا البيان؟ حشومة يقول بان التعويض ديالنا راه هو تعويض ضئيل، راه حنا ما كنشدوش الفلوس. يا سيدي، انت هنايا منتخب صوتنا عليك ماشي باش دير فلوس في جيبك، ماشي في السفريات، ماشي باش تبرع. ما غاديش نقول ذاك المثال الله يحفظك من المشتاق الى ضاق، ولكن انت هنا باش تخدم، باش تعطي افكار، باش تزيد بهذه المدينه لقدام. ما كنقولوش لك حنا غتعمر جيبك، لان شتي البيان ديالو نعم كيتكلم على التعويضات اللي ضئيله، كنخدموا ب 12 ساعه، 12 درهم بالساعه. غادي نقول لك واحد القضيه، راه 20 عام وانا كنجري في المحافل الدوليه، 20 عام وانا في ملف الصحراء ومعرض حياتي للخطر وعائلتي، ودوس مصاعب ماشي غير مع نرجعوا البوليس. لهذاك الملف ديال الصحراء، غنرجعوا ليه. اييه، لا غير باش نقول ليه، ما عمري كندور على التعويض وعلى الفلوس وكيفاش ولا شي حاجه، بقدر ما المصلحه العامه، مصلحه الوطن ديالي، مصلحه الملكيه. ولكن استاذي، راه التعويضات هي يعني مقننه بالقانون، راه القانون هو الذي وضع تعويضات للرئيس والنواب، كاين الروبريك ديالها. هذيك التعويضات راه محدده، هما كيعتبروها قليله وكيعتبروا بانهم كيضحيوا. يعني لماذا هذا التضخيم الاعلامي بان راه 800 مليون سنتيم ديال المازوت، 200 مليون عفوا ديال المازوت، 8 مليون سنتيم تعويضات كذا وكذا؟ يعني ما كيبانش لك باننا كندوروا او نسلطوا الضوء في مكان غير المكان الذي ينبغي تسلط الضوء عليه؟ مش هادو غير جابتها في واحد اللحظه ملي كان عندي هذاك الوثيقه ديال المصاريف ديال الجماعه ونشرتها. كيفاش يعقل واحد المدينه مثلا، احنا غنمشيو مثال صغير، اليوم احنا على ابواب فصل الصيف، عاد خرجنا من كورونا، الاقتصاد ديال المدينه كله مدقدق مهرس، الناس مخنوقين، الناس ما عندهمش، ما عرفتوش غادي يعاودوا يطلعوا بشركاتهم ويعاودوا يخدموا ولا لا. المهم كاينين صعوبات وغادي ندوزوا لمأساة يعني هما إنسانية لنا كيستغلوا المناصب باش يديروا الشركات ديالهم. هكاك. واش يعقل أن نائب رئيس المجلس البلدي ناخذ البونات ديال 20 مليون وأنا ملياردير وناخذهم باش نصاوب أنا تنجرت في داري، باش نصاوب تحدات؟ هادشي مسكان زعما، صغير بزاف عاد. واش يعقل أن أنا أرشيتكت واخا خديت الصفقة في يامات القباج، اليوم أنا اللي نائب رئيس المجلس البلدي في التعمير ما غاديش غادي نجي ونسمح في هذيك الصفقه وغنقول ما يخلينيش من اخلاقياتي ومن الاداب ديالي وتربيتي والاخلاقيات السياسيه، غادي هذاك المارشي ما غناخذوش، يتعاود ولا نعطيه لان كونفخيغ ونقول ليه اخويا هاك كمل هذا المارشي انا كنسحب منه، هنا غادي غنقدروكم. كتعرف استاذي واحد الحاجه صغيره بسيطه، لما ديت هذاك الغرامه ديال 10000 درهم كشكل من اشكال الاحتجاج على التسيير، وانا في البلديه وجالس مع المسؤولين القانوني وكل شيء جاو هذا باش يشوفوا واش في البلديه شنو كتعرف، واستشروا معاه، انا كنسمعهم كيدويو معاه، استشروا معاه مع السيد مالوكي وقالوا ليه راه توجني جايب هنا الدراهم. المهم هذا الشيء راه كنسمع، اشنو كيقول لهم؟ كيقول لهم الفلوس مادام بحيد انا يا شخصيا ماشي كرئيس كصالح المالوكي، يجي على الدار وتما في البلديه في المكتب ديالو كيقولوا لي يا اخي هادشي راه كيهمو سير عندو لدارو. وهذا الجوع، هذا الجوع. انا كنت كنتمنى يقول لي يا سيدي انا هذوك الفلوس ما واخدهمش، انا كنعطيهم للخيريه، انا كنكون كبير، ماشي انا مش ما واقفش على مليون ولا حتى 10، نعطيهم ليه نجيبهم ليه ما عنديش مشكل، ولكن ما انت ملي حكمت المحكمه كون كبير، ما تكونش جيعان ونجي قدام القضاء ونقول سيت توجني انا كنسمح ليك في دوك الفلوس، كنسمح ليك انا دوك الفلوس اراهم كنعطيهم الخيريه، كنعطيهم شي بلاصه ماشي نجيبهم لداري. حشومه، ما كاين اللي كينتقدك استاذ محمد رضا على هذاك الفعل اللي درتي ملي مشيتي ليه لهذيك الكروسه ديال الالاف ديال الدراهم، وكانك تريد استصغار يعني من انتخبه، يعني من انتخبته الساكنه ليكون ممثلا في تدبير الشأن المحلي.
ما تقوم به أستاذ الطوجني يعتبرونه خصومك، خاصة من العدالة والتنمية وتلك الخرجات الإعلامية مدفوعة ربما من جهات غير معلنة، هدفها كما قلنا في تقديم الحلقة التشويش على نجاحاتهم في تدبير الشأن العام. يعني واش حشومة لا عليهم، أي حد فين هذا الأمر هذا واش فيه صواب أو لا؟ حشومة عليهم يا أستاذي، يتكلموا على النجاحات وعلى الأسهم اللي طالعة وداك الشيء اللي قال في البيان، حشومة عليهم. الساكنة كلها اليوم أكادير أعلى سدة في البلاد عارفة بأن أكادير مكرفصة، الدوائر العليا عارفوا أكادير مكرفصة، التقارير ديال المدينة كل شيء عارفينها إلا هما سبحان الله العظيم. هذه وحدة. ديت ليه الدراهم ماشي كنستصغر، هذه طريقة حضارية للاحتجاج عليه وعلى التسيير ديالو على المحاكمة على كل شيء، لأنني ما ظلمتوش ولو القضاء حكم. راه حنا كندويو اليوم كاين قضاء مستقل وكنفتخر بالقضاء ولكن أنا راني أمام واحد الهرم برلماني، رئيس المجلس البلدي، حزب اللي كله هما في الحكومة هما اللي كيسيروا البلاد. رضا طوجني واحد المواطن راه غير شدوا معايا التقاضى، شد معايا لوضو صافي، انا نعطي واحد 10 درهم، اما راه ما كروش ينزلوا. ولكن المهم راه حل لنا ضغطوا، ماشي غير هما، انت شتي شحال ديال القضايا، راه المحكمه راه نولي داخل خارج عند البوليس، راني ما قال لهم غير يديروا لي بيرو معاهم ونجلس. وهذا الشيء اللي يقودني لواحد السؤال توصلت به من خلال الخاص، ان هذه الديناميه ديال الاستاذ محمد رضا الطوجني ويعني المتتبعين ديالو والمعجبين ديالو، ديناميتك وحركيتك لفضح كما تقول الفساد والمفسدين فيه، يرى البعض فيه اندفاع، فيه مجابهه، فيه تحدي احيانا، لو فعل غيرك هذا لكان يعني عاقبته اكثر من 3 قضايا او 4 قضايا، يعني لكانت عاقبته محاكمات واعتقالات. السؤال هنا، من يحمي الطوجني في كل ذلك؟ هل له سند؟ يعني كما قلت انت من جهات عليا اللي كتواصل معها وكذا، من يحميك يا استاذ الطوجني في هذه الجبهه اللي كتقول عليها بانها تحارب فيها الفساد؟ نعم، ما كيحميني حتى واحد. الغيره ديالي ماشي الدفاع، الغيره ديالي، ولكن ما كنطيحش في الغلط، لان راني ماشي خلقت غير البارح، عندي في النضال 20 عام ديال النضال وفي المحافل الدوليه، يعني ما كنتش كتمشي متهور غادي نمشي لاي دوله وغادي نقول ولا غندافع على القضايا العادله ديال بلادنا ولا الوحده الترابيه الا ما كنتيش حافظ صوارك. يعني حتى ديك التجربه اللي راكمت خلال ديك ال 20 سنه ما كتخلينيش نطيح في الخطا، ما غاديش نطيح في الخطا وحده، ما كيحميني حد، لان لو كان كيحميني شي واحد ما غاديش نكون 48 ساعه اللي تشديت في الحراسه النظريه، ما غاديش نكون في 8 القضايا. كتعرفوا لما كيستدعوني البوليس باش غير يتصنتوا ليا، كيتصنتوا ليا يمكن واحد نص ساعه ولا ساعه د المكانه، ولكن كنبقى جالس عندهم بالاربعه السوايع وخمسه السوايع وسته السوايع، لان النيابه العامه ما جاوبتهمش. انا كنفهم الدرس شنو هو، وهو ارا نخلعوا ذاك رضا ارا نزعزعوه. كتعرف ملي كتبقى جالس خمسه السوايع وسته السوايع في الكوميساريه ال 11 د الليل ولا 10 د الليل، في الاخر كيقول لك وسير ورجع غدا. دونك كون كان حاميني شي واحد ما غيدوزش عليا هذه المشاكل كامله مع البوليس مع القضاء لهذه المشاكل كلها. هذه الاولى. ثانيا نمشي من الطريق القصيره، هما انا عارفهم مره كانوا كيقولوا راه الاحرار. نعم، الى على الفيديوهات الانتقادات البناءه، انتقادات اللي ما فيها حتى حاجه شخصيه اللي وجهت الاخ النوش واللي وجهت الاحرار، ما وجهتهمش للعداله والتنميه، انتقادات كانت لاذعه ولكن ما دانيش القضاء، ما دانيش انا، مشيت ليه الامور الشخصيه، مشيت ليه لي زافير ديالو. الا كنت انايا كما كيقولوا عاوتاني كيروجوا بيناتهم، لان عندي اصدقاء معهم، كيقول لك رضا من المخابرات. هذه انا كنفند هذه هضره خاويه يا سيدي، كتقال بزاف استاذ رضا، رضا من المخابرات كتقال بزاف، وبالتالي ربما هذاك هو الدراع الذي يعين رضا على يعني مجابهه هاد الضربات اللي كيطلقها رضا كل مره هنا وهناك. لا يا اخي، شوف نكون المخابرة، اولا المخابرات هل هي لدوله عدوى ولا لبلادنا؟ واش هاد المخابرات باغا غير الخير لبلادنا ولا شي حاجه اللي اكس خاطغاس اللي جايه من شي كوكب واحد اخر؟ ثالثا هذوك المخابرات شكون اللي فيهم؟ فيهم ولاد الشعب، فيهم ناس اللي خدامين المصالح العليا ديال بلادنا، ياك نحيدوا
مخابرات ونحيدوا هادشي كله. علاش كنمشيو لرضا الطوجي مع العلم ان ما انا حتى رضا ما انا نحيد انا ونعطي لاي واحد يقول هذاك الشيء اللي كنقول انا كاينه حفره كاين الطريق كاين سوء السير ديال الشان المحلي. نمشيو لجوهر المشكل وجوهر اشنو كنقول ماشي شكون مرايا ولا شنو كندير مع العلم ان ما مرايا حتى واحد. نعم، اذا علاقه رضا بحزب العداله والتنميه او الاحرار هي علاقه انتقاد بناء كما تقول، تروم من خلاله يعني الدفاع عن الصالح العام والدفاع عن المستضعفين والمقهورين اللي كتمشي وكتجول عندهم وتشوف البنيه التحتيه ديالهم. هناك ايضا علاقه اخرى متوتره مع السي محمد رضا مع والي الجهه، اين وصلت الامور اللي تبعناها وتتبعوها معنا المعجبين ديالك؟ فين وصل هذاك الامر؟ واش الامور غاديه في طور الحلحله او ان الامور تتعقد؟ انا كان الى اليوم الامور غدا تعقيدا، لان مازال ما بغاش يتهنى، مازال ما بغاش يطلق مني، ومازال كيحفر كيحفر، والاخبار كتوصل والحجج كيكثروا، وما فهمش السيد كيقلب على شنو، علاش دخل في صراع معايا اصلا هو، اشنو ممثل صاحب الجلاله والي الجهه سوس ماسة، علاش يدخل معايا في صراع؟ علاش غادي كتحفر انتم؟ مع انك كنت كتقول بانه صديق لك. انا مازال كنقولها صديقي، كنعرفوه ما يفوق على 15 ولا 16 عام، اول واحد اتصل به نهار التعيين من طرف صاحب الجلاله في اكادير، ما كان فهمش، ولكن انا الاستنتاج اللي عندي وهو لعبوا به بعض اللوبيات السياسيين، لعبوا به وقدروا الحرب يدوزوها عن طريق الوالي. إذن يعني الأمور فين وصلت الأمور؟ لا فين وصلت الأمور؟ الجلسة ديالك اللي متبعين كيعرفوا فين غادي الأمور؟ لا الجلسة اللي في المحكمة كاينة نهار 11 سبتمبر، نهار ديال النهار ديال لي توين سنتر، داك العمل الإرهابي، كنتمنى يكون في الجلسة النهيار ديال لوبيات الفساد في مدينة أكادير. أنا نرجعوها ل 11 سعود، ولكني شفتوا الأسبوع اللي فات صيفط لي الجمارك وصيفط لي الأمن حتى وقفوا عليا، وفي الأخر ما كاين والو. دابا راه هو عاوتاني كيحفر في واحد الملف واحد آخر، الله يهديه. راني غدا غنوجه واحد الخطاب للسيد وزير الداخلية، يا ودي خلينا مع لوبيات الفساد، وأنت دخل سوق راسك، أنت السيد الوالي شوف خدمتك، راه عندك تبني المدينه ومصالح المدينه ومشاريع الملكيه والامن وبزاف د الحوايج، وقع لك غريضه. نعم، اذا امام هذه الاوضاع استاذ رضا اللي رسمت صوره قاتمه على تدبير الشان المحلي اللي كيقودوه حزب العداله والتنميه اللي كنا تمنينا يحضر معنا اليوم، يعني كيف تتصور استاذ رضا يعني هذه المدينه بعد وباء كورونا؟ وانت اللي قلتي بان الاوضاع الاقتصاديه الان هي متأزمة ومتأزمة جدا، أنت من خلال تحركاتك الميدانية كتعرف شي أمور اللي أساهمت في تغيير قرارات يعني سياسية واقتصادية انطلاقا من الفيديوهات ديالك، كيف ترى أمور أكادير بعد الجائحة؟ نمشيو قبل الجائحة بعدا، كتعرفوا لما كيكون سوء تسيير ديال المدينة المستثمرين ما كيجيوش، ما كيستثمروش في المدينة، السياحة كانت كلات العصا قبل جائحة كورونا، وحتى ولاد اكادير يعني الناس اللي غيستثمروا في اكادير، انا كنعرف واحد العدد كبير منهم مشى كيستثمر في مراكش، مشى كيستثمر في الصويره، مشى كيستثمر في الدار البيضاء، من حقهم لان فلوسو هذوك رزق وليداتهم، مشاو كيستثمر باش يدخل الفلوس. كيقول لك مدينه اكادير ميته، جات 19 لقات واحد الاقتصاد هش، الناس كلاو العصا، الفنادق كلاو العصا، هادو الكبار دابا ملي غنمشيو للصغار يعني اليد العامله بزاف ديال الحوايج كلشي كلا العصا. شنو اللي كيبقى؟ واحد المنقذ اللي عندنا هو الصيف، هذيك الشهرين ديال الصيف راه غير روجوا في هذوك الفنادق، والناس تخدم، الممولين ديال الفنادق غادي يتحركوا، والطاكسيات الارتيزان المهم تحرك شي شويه المدينه، نجيبوا السياحه. اشنو كيطرى لينا؟ كنلقاو راك شفتوا الفيديو اللي درت على الشاطئ ديال اكادير مكرفص، اغلب الطرق ولا اللي في الاحياء اللي قالوا مشاريع تهيئه الحضاريه ديال مدينه اكادير كلشي مازال ما كملش. الاسبوع الجاي غادي تحل ولا بعد غدا غادي تحلوا السفريه، دوك الناس غيبغيو يسافروا، اكادير غادي تخنق. زادتها وزاره الداخليه بهذا القرار اللي ما مفهومش بان البحر تمشي ليه من 8 ل 6 العشيه، واش اكادير كتعرف واش غنجيو حنايا الناس السياح باش مع 6 كيجي عليه جدارمي يقول لي دخل في حالتك الفندق ديالك، راه ما يمكنش لك تعوم،
اكادير هي البحر، القصبة اكادير وفلا خلاوها حتى لشهر 6 عاد قال لك الترميم ديالها في بلاصه ما يديروا هذه عام ونص ما كان فهمش انا حتى الصيف، الميناء محبوس خنقوا المدينه. قول لي كيفاش هاد الساكنه، كيفاش هاد الناس غادي يخدموا، غادي الانتعاش الاقتصادي ديالهم كيفاش غيديروا ليه؟ راه خصنا معجزه، خصنا واحد شي معجزه الهيه اللي غادي يمكن لها تروج هاد الاقتصاد ديال اكادير. إذا بان لي بأن التفاؤل ديالك اللي تختمه في الفيديوهات ديالك هذه المرة سي رضا، لست متفائلا ما بعد كورونا، ولكن بقاو متفائلين كما تقول في الفيديوهات معلوم ديالك. معلوم، لا التفاؤل ديما كاين، عرفتي التفاؤل منين واخده انايا؟ نعم لأول مرة غادي نقولها، التفاؤل واخده أنا من شخصيتي ومن تربيتي وعائلتي، وهذا ديما متفائلين، ولكن بخصوص أكادير ولا الجهة ولا لا، التفاؤل واخده من نوايا والعمل ديال صاحب الجلالة. ياك؟ لأن مني كان ولي العهد وأنا كنعرف السيد بحكم قرابتي والعمل وبزاف الحوايج مع مولاي احمد العلوي الله يرحمه في هذا النهار، دوك كنت متبع بشكل يومي اشنو كيطرى عند الدار ديال سميت سيدي اللي عند الولي العهد اش كيطرى وهذا، وعرفت السيد كيفاش داير واش كيفاش كيخدم كيفاش كيخمم كيفاش. وبالنسبه لاكادير عارف بان هذه الجهه عزيزه عليه بزاف، عاد عزيزه عليه بزاف، عاد انتم ما عرفتوا بان في الاول ديال الحكم كان كيجلس معنا بالشهر شهر ونص في اكادير عزيزه عليه، ولكن وصل واحد الوقيته اللي الدنيا هذوك كتكرفص. هذاك التفاؤل واخده منه، علاش؟ لان انا امل، وانتم شفتوا الخطاب اللي كان دار على مدينه اكادير وجهه سوس مساء عاصمه المغرب، يعني كاين استثمارات كبيره، كاين شي حوايج اللي غادي تكون راديكاليه حتى في التسيير ديال الشان المحلي، وبزاف د الحوايج غادي داروا، يعني غادي يكون خير للمدينه، غادي يكون خير بزاف ان شاء الله. تفاؤلك استاذ محمد رضا الطوجني يعني يتقاطع مع تفاؤل العديد من المتتبعين ديالك والمعجبين ديالك في تصورهم محمد رضا الطوجني يتقلد في مستقبل الايام منصبا لتدبير الشان المحلي. هل سنراك في يوم من الايام يعني هذه الانتقادات تمشي تشد المسؤوليه باش حتى باش تعرف حق تدبير الشان العام كيف ما كيقولوا لك الناس في الفيسبوك؟ شوف، باش نتقلد المسؤوليه، انا ما انتميت لتا شي حزب، ما عمري في حياتي انتميت لشي حزب، ومره واحده اللي صوت في حياتي صوت لصالح العداله والتنميه، ها هما ندموني عليها. انا صوت على العداله والتنميه، ندموني عليها، ماشي مشكل. اليوم باش نتقلد شي منصب ولا ندخل شي انتخابات ولا شنو، خصني نكون بعدا في شي حزب سياسي. انا ما متحزبش، واليوم الاحزاب السياسيه ديال بلادي ما كاينش اغراءات، يعني سياسيه ماشي ماديه، اغراءات سياسيه اللي نقول هذاك الحزب كيوافقني كيوافق الافكار ديالي. لحد الان كيجيو لي كلهم بحال بحال، كل شيء كيجري على المنصب، كل شيء كيجري على الكرسي. انا اللي كيسولني كيقول لهم النهار الا بغيتو نديرو مستعد ندخل المسؤوليه، مستعد ندخل الشان المحلي ونتقاتلوا، ولكن نديروا واحد الثوره مواطنه، الناس ديال اكادير كاملين، واجي نديروا واحد اللائحه ديالنا لا منتمون ولا ما عرفت غدا ولا بعد غدا شي حزب سياسي غير طريقه العمل ديالو اجي ندخل. ولكن اليوم ما كاين حتى حاجه، اليوم اللي كندوي عليه اليوم 23 جوان ما عندي حتى شي انتماء ولا حتى شي رؤيه ولا شي نيه باش ندخل شي حزب سياسي ولا شي حاجه. نتفائلوا واحد ما تعرف واحد النهار تتبدل الاراء وتتغير المواقف كما قلت، ماشي وتتغير المواطنون وتتغير المواطنين يتغيروا المواطنين وديروا هذه الكتله هذه هديه افضل. وصلنا الى ختام يعني هذه الحلقه اللي هي متميزه وكانوا المحاور ديالها كثيره وكثيره جدا، لكن ما يمكنش نحيطوا بكل شيء. نترك السي محمد رضا الطوجني باش يجاوب على مجموعه من الامور من خلال صفحته الفيسبوكيه، لكن في ختام البرنامج يعني نقول لك ثلاث شخصيات باجابات مقتضبه. الشخصيه الاولى هو سعد الدين العثماني رئيس الحكومه. هذاك السيد كنحترمه بزاف، عاد لان اولا كنحترمه كشخص، وقف معايا واحد الوقفه ديال رجل نهار كانوا عندي مشكل مع واحد الاداره كنت في صراع كبير معها، وقف معايا ملي دقيت بابه لقيته راجل وقف معايا. دابا سي سعد الدين العثماني كولد انزكان كسوسي كولد جهه سوس مسا انتقدوه،
انتقاد لاذع، لان ما دار حتى حاجه وما خداش العبره كما دار فؤاد علي الهمه البنقرير، كما دار الحاج مديوري لمراكش، كما دار بصري سطات، اي واحد طلع كيهز الجهه معاه الا سعد الدين العثماني ما دار حتى حاجه لنا. الشخصية الثانية الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار. سي عزيز اخنوش نعم. بحال بحال غادي نوجه ليه، وكنقولها وكنعاودها، هو اغنى رجل في المغرب، معروف عالميا مجلة فوربس اغنى رجل في المغرب هو عزيز اخنوش. انا الانتقاد اللي كنوجه ليه وهو اشنا هي، هو السوسي، هو ولد تفراوت، اشنا هي الاستثمارات اللي دار لنا في مدينه سوس، في جهه سوس، ماشي استثمار، ما دار حتى حاجه، كاع المشاريع ديالو كلهم في الدار البيضاء، في الرباط، في مراكش، في هذا، علاش ما يجيبش لنا حتى حنا لي مول؟ علاش ما يجيش ويقول انا ملياردير غنشري سينما سلام وغنرضها متحف وغنعطيها لمدينه اكادير؟ علاش ما يديرش شي حاجه مواطنه؟ انا كنتقده من هذا، على هذا التصرف ديالو، على الحزب بوحده، ولكن هو كشخص كنتقده على هذه القضيه هذه. ما دار حتى حاجه في اكادير. نعم، الشخصيه الاخيره رئيس مجلس جهه سوس نصا سي الحفيظي. عمرك سمعتي بيه؟ على هو معنا، كاين معنا في اكادير ولا فين كاين هو؟ انا هو شخصيا تعرف جميع الردهات وجميع الطرقات والازقه، الزنقه الزنقه ديال اكادير، انت اعلم بها مني. خويا السيد رئيس الجهه ما كنشوفوه، ما عرفناش، انا شخصيا مع احترامي للسي حفيظي، والله ما عرفتو لاش كيصلح في ذاك المنصب. انا والله ما عرفتو لاش كيصلح. لاصق السيد الوالي اللي دار هو غير اكزيكيوتون، زعما غير كيسيني، ولكن علاش كيصلح الله اعلم. انا طلبت باش نشوفه لان كانوا عندي بعض الاسئله بغيت نشوفه، قال لي انا غادي نتصل بك، راه داز دابا ما يفوق على 7 شهور، راني مازال كنتسنى داز 7 شهور. اذا تتفائل بان تلقاه او تلتقيه في يوم من الايام ان شاء الله تعالى. بغيت غير تسمعوا داكشي اللي في خاطري. سي محمد رضا طوجني، كلمه اخيره للمتتبعين ديالك والمناضلين اللي معاك والحبابك وغيرهم الخصوم ديالك. اولا بغيت نشكركم، نشكر الموقع ديال صرخه بويمه، الله يحفظكم والله يعاونكم في المسار المهني ديالكم ان شاء الله، الله يوفقكم. كنتمنى بالنسبه للناس ديال الساكنه نكون عند حسن الظن ديالهم، راه ما عندي لا نوايا سياسيه ولا بغيت الكرسي، انا باغي نبقى واقف، ما بغيتش حتى ذاك الكرسي، ولا يعطيوني امتيازات ولا حتى حاجه. حنا بغينا المدينه يكون فيها العيش الكريم، راني كنقولها وكنعاودها ديما، العيش الكريم راه ماشي هو ناكلوا ونشربوا ونعسوا، لا، وهو البنيه التحتيه، هو المسرح، هو المستشفى، هو المدارس العموميه، هو فين ما نخرجوا الامن يكون، الكاميرات، المهم تمشي للبحر تلقاه نقي تلقى، هذا هو اللي بغينا، العيش الكريم، وراه سهل الوصول ليه، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، خاصنا غير الناس الكفاءات في المناصب، وان شاء الله غادي نتغلبوا على هذه الصعاب هذه. ونختموا بالجملة ديالك الأخيرة في الفيديوهات. الله يحفظنا ويحفظكم، وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير، وغادي نبقاو متفائلين، ومدينة أكادير وجهة سوس غادي تكون من أجمل الجهات المملكة على جميع المستويات أخويا، والله يحفظكم كاملين. شكرا شكرا أستاذ محمد رضا الطوجني على سعة صدرك، الله يطول عمرك، الأمسية الجميلة بك وبمتتبعيك وبمتتبعي جريدة صرخة. مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم، والى حلقه قادمه ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا استاذي العزيز.